ثلاث زهور دجاج مقطع، ربع كوب من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من برش الليمون، ربع كوب من زيت الزيتون، بدنا ربع كوب طحين، ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، لتر من مرق الدجاج، شوية ملح وفلفل. أما بالنسبة للبطاطا الحارة بدنا كيلو بطاطا مقطعة إلى مكعبات أو مربعات، ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب شطة حارة، نصف كوب كزبر مفروم من أشتال، وملعقة ثوم مفروم وملح وفلفل حسب الرغبة. رفعت أنا طنجرتين أو وعاءين على النار، بتدبدأ في الدجاج وأبدأ في البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم دائما وأبدا. ما أحلى لون زيت الزيتون. لا طبعا هذا خير السنة، الزيتون طغر يعني بعل يا عيني. بسم الله دائما وأبدا. نبلش إن شاء الله في التحضير. قبل ما تدخل عندي الطناجر بدي ابدا في البطاطا. عندي البطاطا هون، عندكم طريقتين، الاولى ممكن نقليها قلي ديب فراي، قلي كامل وبعدين نطبخها مع الثوم والزيت مع شطه الحام حمراء، او تسلقوها. انا هون بعدت شوي عن الزيوت والقلي ومستخدم زيت زيتون يعني احسن شوي بس نفس السعرات يعني صح. طيب اوكي، راح ابدا باضافه البطاطا في مقلاه فيها زيت واطبخها شوي، بعدين راح اضيف عليها هالمطيبات والمشهيات اللي عندي. يا عيني عبي ما يسوي عندي هون المقلاه الثانيه، راح اجيب الدجاج. بس هيك بصير بطاطا خفيفه وصحيه. نعم نوعا ما كويسه، انا بستخدم زيت زيتون. زيت زيتون طبعا افضل من الزيوت طبعا خاصه للتقلايه يعني. نعم عندي هون بدي استنى حتى زيت الزيتون يسخن وراح اعمل عمليه تشويح للدجاج سفع، وبعديها راح اضيف عليها باقي المطيبات. هي عندي هون الدجاج، بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف صدر دجاج، ممكن نستخدم الفخذ، استخدموا دجاج بعظمه اللي بدكم اياه، القرار قراركم. هون راح اضيف شوي عليها من الفلفل الاسود، وكمان بدنا نضيف عليها شوي من هالملح حتى تزبط معانا الطعم. وهون عندي زي ما انتم شايفين بلش الدجاج ياخذ لون حلو، عندي عصير ليمون، عندي برش ليمون، عندي مرق دجاج، عندي طحين حتى كثف الصلصة. راح اخذ شوية ثوم انا الان، نص التومات، واحط ثومين يا روان على الدجاج. ما احلى روايح المطبخ، روايح طيبة. الكزبرة، الثوم، المكونات. راح اسوي، راح اخذ برش ليمون، هاي برش الليمون، واضيفه على الدجاج. يا عيني تمام. هيو لا لا هيك الريحة صارت صح. صار من الريحة انت ولا هون؟ طبعا رايح اضيف الثوم. وزي ما حكيت لكم تستطيعوا انكم تقلوا البطاطا قلي كامل، بس انا هون لا بحب اني يعني اعملها صحية اكثر سلق. نعم هاي الثوم. اوكي اوكي هاي عندي هون عم تتقلب، شايفين زي ما انتم شايفين الثوم مع الملح والفلفل والبطاطا المسلوقة. اوكي طلع هون. هون بدي اضيف الان بهاي المرحلة روان صديقتي بدي اضيف شوية من الطحين حتى اكثف الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلصة الدجاج. نعم هاي زي ما انتم شايفين مقدار معلقة كبيرة يعني، خلينا نقول تقريبا في مقادير، امشي على المقادير بالضبط. شوف هون بلش عندي يتكون شيء مكرمل اللي هو بقايا الدجاج، شايفين هي رح اعطيكم لون حلو على الصلصة. هون بدي اقلب منيح يا روان. اقيم طعمة الني من الطحين. ايوه شو بدي اسوي؟ بدي اجيب مرق دجاج واضيف، احكي بسم الله الرحمن الرحيم حتى اكثف يا الصلصه عيني. هي عندي هون راح اضيف شويه من برش الليمون، وراح اضيف اكيد اخر شيء عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عصير الليمون الطازج، هذه اللي راح تعطي الطعم الليموني. هون طبعا الليمون اذا بتحبوا تخففوه شوي كمان برضو كمان بصير. هي عندي هون صار دجاج بصلصه الليمون، شوف هاللون ما اجمله وما ارتبه. عندي هون البطاطا صارت جاهزه، راح اضيف عليها الشطه الحمراء. اوكي واطبخها مع بعض. يلا بسم الله بسم الله. ايها شوفوا كيف البطاطا الحاره يا عيني، راح اضيف عليها كميه من هالكزبره، كميه كبيره طلعي من اشتال كمية الكزبرة. نضيفها كمان ونبلش بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احلى ريحة الشطة، ريحة الشطة بتقول لك هاي اشي زاكي. بالضبط شايفينها. شايفين